فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. روى المصنف عن ابن وهب قال أخبرني مالك قال بلغني أن لقمان الحكيم قال لابنه ليس غنى كصحة وليس نعيم كطيب النفس. يعني الصحة أغنى الغنى وطيب النفس أعظم شيء. حفظكم ربي. أكثر الصوفية مرجئة، أكثر الصوفية مرجئة. شوف المرجئة شر بلية، وأكثر الصوفية القبورية أكثرها مرجئة. لا ما فيش إذن. عن ابن عباس جعل فيكم أنبياء قال جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، قال المرأة أو الخادم، وأتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، قال هذا الذي هم بين ظهرانهم يومئذ. وهذه نعم تحتاج إلى الشكر. وعن أبو عبد الرحمن الحبولي يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يعني يشكر المرء العبد، يشكر الرب جل في علا ذلك. وعن جابر بن عبد الله قال خرج أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج من عندي خليلي آنفا جبريل عليه السلام فقال يا محمد والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من عباده عبد الله 500 سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله 30 ذراعا في 30 ذراع يحيط به 4000 فرسخ من كل ناحية، وأخرج الله له عينا عذبة بعرض الإصبع تبض بماء فيستنقع في أصل الجبل، وشجرة وشجرة رمان تخرج كل ليلة رمانة فتغذيه، فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها، ثم قام إلى صلاته فتمنى ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا أو أن لا يجعل للأرض لا ولا شيء يفسد عليه سبيلا حتى يبعثه وهو ساجد، ففعل. فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنرجو في العلم، يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله جل في علاه فيقول رب أدخل عبد الجنة برحمتك، فيقول رب بعملي، فيقول أدخل عبد الجنة برحمتك، فيقول بل بعمل، فيقول الله الملائكة طيسوا بنعمتي عليه وبعمله، فيوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبارة 500 سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه، فيقول أدخل عبد النار، فقال فيجر إلى النار فينادي ربي برحمتك أدخلني الجنة، فيقول ردوه فيوقف بين يدي الله تعالى، فيقول يا عبد من خلقك ولم تكن شيئا، فيقول أنت يا رب، فيقول أكان ذلك من قبلك أم برحمتك، فيقول بل برحمتك، فيقول من قواك لعبادة 500 سنة، فيقول أنت، فيقول من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح وأخرج لك كل آية رمانة وإنما تخرج في السنة مرة وسألتني أن أقبضك السجن ففعلت ذلك بك، فيقول أنت يا رب، فقال فبذلك برحمتي أدخلت الجنة، أدخل عبدي الجنة برحمتي، فنعم العبد كنت يا عبدي فأدخله الجنة. سبحان ربي العظيم. فقال جبريل إنما الأشياء برحمة الله، اللهم ارحمنا. ورد ابن وهب قال عابد 50 عاما فأوحى الله عز وجل إلي أن قد غفرت لك، قال ربما تغفر لي ولم أذن، فأذن الله عز وجل العرق من عنقي فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن فنام، فأتاه ملك الليل فشكى إليه فقال ما لقيت من ضربات العرق. يعني أذن الله لعرق في عنقي فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن فنام، فأتاه ملك يعني فقال ما لقيت من ضربات العرق، قال الملك إن ربك عز وجل يقول إن عبادتك 50 سنة تعني سكون ذلك العرق. ما في، نحن لنعمة واحدة لو جلسنا ليل نهار صباح مساء بالقيام والصيام والذكر لم نصل ولم نبلغ إلى شكر نعمة واحدة. قال داود عليه السلام رب أخبرني ما أدنى نعمتك علي، فأوحى الله إلي داود تنفس فتنفس فقال هذا أدنى نعمتي عليك. سبحان الله. وهذه كلها فيها ذكر النعيم كما قلنا، والنعيم من النعيم إخراج النفس وإدخال النفس من النعيم،
الصلاة والصيام والزكاة والصدقة من النعائم. وهنا الرجل الذي كان يصلي ويصوم ويقوم وهو في أرقى درجات العبادة، فإن الله حشره أو قبضه ساجدا ثم حشره فقال لا تخرجن برحمتي، قال لا بعملي. فقال وازنوا بين عمله وبين نعم الله الذي فعلها، فأخذ نعمة البصر فقط فوزنت كل ما كان يعمل 500 عام، ووازن الله جل في علاه ساجدا قائما يحضر الأخيرة ويرجو رحمة ربي. فحقيقة الأمر أن من السجود والقيام هذا من نعم الله جل في علاه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت كما قلت الأنفاس هذه نعمة من النعائم التي لا بد أن تشكر الله عليها، وأن تحمد الله جل وعلا على التوفيق والتسديد. تحمد الله عليك في مجلس من مجالس العلم، كثير ممن يلهو، كثير ممن ينام، كثير ممن يفطر، كثير ممن يتلهى عن هذه المجالس والله وضعك فيها. وأيضا الله جل وعلا علمك لتتعبد بعلم، ولأن العبادة لا تقبل عند الله إلا بعلم. فلذلك واجب عليك أن تشكر الله جل وعلا في كل أمورك، في حلك وترحالك. الله يرزقنا إياكم الإحسان بشكر النعيم، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أحسن الله عليكم وشكر الله لكم. الفوائد المستنبطة من أعظم المنن من أعظم المنن على الإنسان المرأة الصالحة، فإنها تعين على الخير وتدل على الخير وتبعد عن الحرام وتنهى عن الحرام. أنفاس المرء من أنعم النعائم، فكل نفس يحتاج إلى شكر. هديكم الله سبحانه وتعالى، أحسن الله عليكم. نعم، حديث المحاسبة حديث ضعيف. سيد محمد الضبع، نراك الجمعة القادمة إن شاء الله، جزاكم الله خير. رامي كيف أنت؟ رضي الله عنك وشكر الله لك. معاذ حياكم الله وبياكم. نعم، البعد عن، يديكم الله سبحانه لكم، البعد عن مجالس العلم موت. نعم، من أعظم النعائم عقد مجالس العلم، فلتشكر الله حتى تزود. لو في أسئلة تفضلوا. الله يرضى عنك أيها الألباني الفاضل الكريم، حفظك ربي، أحسن الله عليك ونفع الله بك الأمة الإسلامية. بعد العصر بإذن الله في السنن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.